ما سبب المزاج السيء وكيف يمكن أن تستفيد منه؟ بدأت يومك بشكل روتيني، قمت من السرير، تناولت كوبا من القهوة، وبعد ذلك بدأت بالعمل. لكن في مكان ما وبطريقة ما حدث شيء جعل اليوم يتحول إلى الأسوأ. تختلف أسباب المزاج السيء باختلاف النجوم في السماء، فهي تعتمد على شخصيتك وحياتك. لكن ما الذي يحدث حقا عندما تكون في مزاج سيء؟ وفقا لعالم النفس يونا ليرر، كلنا نملك حدودا لضبط النفس والمزاج السيء، والعدوانية تأتي عادة نتيجة لفقدان السيطرة على التفكير العقلاني الذي نحاول الحفاظ عليه عادة. يحدث المزاج السيء عندما تبدأ بفقدان السيطرة على نفسك. وفقا للدراسة التي نشرت في مجلة علم النفس، تصرف المشاركون الذين لا يملكون القدرة على ضبط النفس بطريقة عدوانية واستجابوا أسرع إلى الاستفزاز، بينما لم يعاني المشاركون الأكثر قدرة على ضبط النفس من نفس ردود الأفعال العنيفة. ولكن ما الذي يسبب ضعف السيطرة على النفس؟ حسنا، إنه نفس الشيء الذي يسبب المزاج السيء في المركز الأول. قد يكون نظام حميتك الصارم الجديد، الصداع الناجم عن نقص الكافيين، أو حتى صداع قلة النوم. هذا وأظهرت بعض الدراسات أيضا بأن العديد منا يشعرون بأن الطقس يمكن أن يؤثر على المزاج ويقلبه رأسا على عقب خلال دقائق. هذا ووجدت دراسة شملت على 16,000 طالب من مدينة بازل سويسرا بأن ثلث البنات وخمس الأولاد تقريبا تأثروا سلبيا بسبب الأحوال الجوية، ومن الأعراض التي تحدثوا عنها صعوبة النوم، الشعور بالطيش والاكتئاب والمزاجية. لكن في الحقيقة هذا المزاج السيء يمكن أن يكون مفيدا لك، فقد ذكرت إحدى الدراسات بأننا تعمل بفاعلية أكثر بأننا نعمل بفاعلية أكثر عندما نكون في مزاج سيء. وقال الباحثون في جامعة نيو ساوث ويلز بأن الشخص الذي يتميز بالطبع الحاد يمكن أن يعالج المواقف الصعبة أكثر من الشخص السيء بسبب طريقة ترويج الدماغ لاستراتيجيات تشغيل البيانات. هذا وقال الأستاذ فورغس، بالرغم من أن المزاج السيء الجيد يبدو أن أكثر قدرة على الترويج للإبداع والمرونة والتعاون والاعتماد على الأفكار السريعة، إلا أن المزاج السلبي يحفز التفكير والفطنة ويزيد الانتباه إلى العالم الخارجي.